بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة إلى اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وذلك بمناسبة فوز المؤسسة الخيرية الملكية بجائزة أفضل مؤسسة خيرية عربية والتي منحت من الاتحاد الدولي للمنجزين العرب خلال منتدى الإبداع والتميز الأول الذي تم تنظيمه في جمهورية مصر العربية الشقيقة. وأكد جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه أن الجائزة التي منحت للمؤسسة الخيرية الملكية هي اعتراف مقدر بالإنجاز الذي نهض به سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في حقل الأعمال الخيرية، وأصبحت المؤسسة موضع احترام وتقدير في كافة الحقول الإنسانية، متمنيا جلالته لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ولجميع العاملين في المؤسسة التوفيق والسداد. بهذه المناسبة تقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية بخالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية على الدعم الكبير الذي يوليه جلالته للمؤسسة الخيرية الملكية والعمل الخيري والإنساني الذي تقوم به داخل وخارج مملكة البحرين ومد يد العون للمحتاجين والمنكوبين، مؤكدا سموه بأن التوجيهات الملكية السامية من لدن جلالته كانت هي المحفز والملهم الأول لعمل المؤسسة الخيرية الملكية والتي تمكنها بفضلها من توفيق الله عز وجل من تحقيق هذا الإنجاز. وقال سموه بأن هذه اللفتة الكريمة من جلالة الملك هو وسام فخر تضعه على صدورنا وجميع العاملين في المؤسسة الخيرية الملكية ومحفزا لنا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لنكون عند حسن ظن جلالته دائما، معاهدا سموه جلالة الملك المفدى باستمرار العمل وفق الرؤية الحكيمة لجلالته لتكون المؤسسة الخيرية الملكية كما عهدها جلالته دائما رائدة وسباقة في تقديم العون والمساعدة للجميع، ولتكون اليد البيضاء لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه الممتدة بالخير دائما للجميع، سائلا المولى عز وجل أن يوفق جلالة الملك المفدى وأن يسدد على طريق الخير خطاه وأن يجزيه على بذله وعطائه خير الجزاء، وأن يجعل هذه الأعمال في ميزان حسنات جلالته وأن يديمه ذخرا وعزا لمملكتنا الغالية في ظل هذا العهد الزاهر وما تحقق فيه من إنجازات على مختلف الأصعدة.